أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج زوايا الحدث، نخصصها للحديث عن استهداف الميليشيا لقيادات الجيش الوطني في مارب. نجا وزير الدفاع محمد علي المقدشي ورئيس الأركان صغير بن عزيز من هجوم صاروخي استهدف بقرا للجيش بمحافظة مارب. وقال مصدر عسكري أن صاروخا باليستيا أطلقته ميليشيا الحوثي استهدف معسكر صحن الجن الذي تتخذه وزارة الدفاع ورئاسة أركان الجيش مقرا مؤقتا لهما. وأسفر الهجوم عن سقوط 7 قتلى، وأوضح المصدر أن الهجوم الصاروخي وقع أثناء اجتماع لقيادات الجيش، وأن من بين القتلى فهد بن عزيز نجل رئيس أركان الجيش ونجل شقيقه عبد القوي عزيز، إضافة إلى 5 عسكريين بينهم ضابطان. نتوقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين: أسباب استمرار عمليات استهداف قيادات الجيش بالصواريخ الباليستية، وما الذي يمكن للجيش عمله لتحييد صواريخ الميليشيا. تابع هذا التقرير ومن ثم نبدأ النقاش. هجوم صاروخي مزدوج على مقر وزارة الدفاع في مارب وسط تساؤلات بشأن مظلة الدفاع الجوي للتحالف التي لم تتحرك رغم الاستهداف المتكرر لأهداف عسكرية حيوية في معركة تديرها المملكة وتتحكم بكامل مقدراتها. الأنباء التي وردت من مارب تفيد بنجاة وزير الدفاع الفريق الركن محمد علي المقدشي ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن صغير بن عزيز، اللذين كانا يعقدان اجتماعا في مقر وزارة الدفاع، لكن عددا من الضباط والجنود قتلوا وأصيبوا في هذا الهجوم الذي لم يعلن الحوثيون حتى اللحظة مسؤوليتهم عنه. لكن رئيس هيئة الأركان وفي تغريدات له وجه أصابع الاتهام للحوثيين. على مدى الأشهر الماضية كان وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان العامة والقيادات العسكرية البارزة في الجيش الوطني أهدافاً ذات أهمية قصوى لهجمات مماثلة استهدفت مقر وزارة الدفاع ومعسكرات أخرى وتسببت في مقتل عدد من الضباط والجنود، كما تسببت بأضرار مادية في منشآت الوزارة وغيرها من المقرات العسكرية الأخرى. لكن الهجوم المزدوج الأحدث يبدو أنه كان يرمي إلى تحقيق أهدافه العسكرية الكاملة، ولكن ذلك لم يحدث رغم المصاب الأليم الذي لحق خصوصاً برئيس هيئة الأركان العامة الذي فقد نجله ونجل شقيقه في هذا الهجوم على مسافة ليست بالبعيدة من المقر المستهدف بالهجومين الصاروخيين. يقع معسكر التحالف الذي يشرف عليه ضباط سعوديون وتتواجد فيه منظومة دفاع صاروخية، لكن هذه المنظومة توقفت عن القيام بالمهام المفترضة منذ عدة أشهر. ولا تبقى إذاعة ما تبثه. يأتي ذلك فيما تواصل الرياض حرمان الحكومة الشرعية من حقها الأصيل في تحصين موقفها العسكري والقتالي عبر أسلحة ومعدات لا توفر الحماية لمعسكرات ومقرات الجيش الوطني فحسب، بل أيضا تزود هذا الجيش بالأسلحة الكافية لمواصلة المواجهة مع الإنقلابيين. الهجوم الصاروخي المزدوج بدد فترة قصيرة من الهدوء النسبي في أهم الجبهات العسكرية مع الانقلابيين الحوثيين في محافظة مارب، حيث يشتد الضغط العسكري للمتمردين خصوصاً في جبهة صرواح، وسط أنباء عن وصول أسلحة حديثة إلى متناول متمردي الحوثي في هذه الجبهة، يرجح مقاتلو الجيش الوطني أنها تمر بصورة منتظمة عبر مسالك تبدأ من الساحل الجنوبي الغربي للبلاد. إذن لمناقشة أوسع نبدأ مع ضيفنا عبد العزيز الهداشي، ينضم إلينا من الرياض وهو محلل عسكري. مرحبا بك معنا سيد عبد العزيز. أسعد الله مساكم وكل عام والسادة المشاهدين في خير وصحة وسلامة وعافية. وأنت بخير وصحة وعافية. بداية، كيف تنظر إلى واقع الجيش اليوم في مأرب وما يمثله من أهمية للشرعية والتحالف في ظل هذا الاستهداف المتكرر له من قبل ميليشيا الحوثي؟ الحقيقة أنه قد نشرك جهة أخرى غير الجيش يعني في تحمل المسؤولية، مسؤولية الاستهداف مأرب بهذا الشكل. أولا، أحداث الموقع والمعسكر صحن الجن معروف لدى الحوثيين، لكن لحظات أو توقيت الضربات التي يقوم بها الحوثي ذات مغزى، فهم يعرفون أن وزير الدفاع أو رئيس الأركان متواجدين في هذا المعسكر فيقومون بالقصف.
الحوثي يسيطر على شبكة الاتصالات والإنترنت وما إلى ذلك، وبالتالي ما هو دور وزارة الاتصالات لدينا الشرعية في هذا الجانب؟ فهذه الأمور تسهل للحوثي أن يحدد يعني موقع رئيس أي مسؤول أو أي قيادي عسكري في مارب وتحركاته، فما عبر معرفته بأرقام تلفوناتهم أو بأرقام حتى تلفونات مرافقيهم، ولعل أرقام المرافقين كانت المستهدفة. الشيء الثاني، لا ندري أو غير متأكدين هل الصواريخ بالستية أم صواريخ جوالة، حتى نقول أن البشريون لم يتصدى لها أو كان يصروا أن يتصدى لها. فالجوالة، الصواريخ الجوالة هي دقيقة جدا وتقصف أي احتياطيات يقع عليها جدا، غير الصواريخ البالستية، وأنا أرجح أن يكون صواريخ جوالة. الصواريخ الجوالة هذا تستخدم للاغتيال، والذي حدث هو أشباه بعملية اغتيال وليس بعملية قصف صاروخي بالستي، كون الضحايا ضحايا القصف البالستي والصواريخ البالستية تكون مرتفعة جدا. ولعلكم تتذكرون عندما قصف يهودي هذا المعسكر ومعسكر آخر قبل فترة وقتل ما يقارب من 50 إلى 100، كان ذلك الصاروخ وصاروخ بالستي. المهم يا سيدي، الحوثي سوف يستمر، الحوثي استطاع ان يطور منظومته الصاروخيه، ولكن الاهم انه مسيطر على شبكه الاتصالات والانترنت. ولا ندري ما هو فائده وزير الاتصالات وما هي فائده وزاره الاتصالات اصلا اذا كان الحوثي وايرادات الاتصالات تعود الى الحوثي نفسه. يعني 30 مليار ريال يمكن في خلال سنتين ايرادات الاتصالات، لكن الأهم أنه يستطيع أن يسيطر على جميع شبكات التواصل الاجتماعي، يسيطر على جميع أرقام التلفونات، ومن خلالها يتم تحديد موقع القيادة. يعني يفترض في الشرعية أن تنظر في قضية الاتصالات، لأن الجانب هنا ليس جانب عسكري فقط، وإنما جانب اتصالات أو جانب تكنولوجي إضافة إلى الاستهداف العسكري. ولعل للتذكير انه كانت سقوط فرض الظل كانت نتيجه خطاف الاتصال او نتيجه سيطره الحوثي على شبكه الاتصال. نعم. نعم، بالنسبه اشرت الى اشارات ودلالات خطيره حول كيفيه استهداف الجيش، واشرت الى شبكه الاتصالات كونها تقع تحت سلطه ميليشيا الحوثي، وايضا اشرت لنوعيه الصواريخ التي تملكها ميليشيا الحوثي وهي جواله كما اشرت، لكن في ظل هذا الانكشاف ما الذي يجب على الجيش عمله وهو الآن تحت، يعني سنقول لو قلنا تحت رحمة صواريخ ميليشيا الحوثي، لتحييد هجماته الصاروخية عليه في مأرب بالذات؟ أولا بالنسبة للاتصالات، عدم استخدام القيادة العسكرية أو المرافقين لهم أرقام معروفة حتى لا يتسلط عليها الحوثي او يحدد اماكنهم، هذا اولا. ويمكن استخدام ارقام مجهوله او الناس مغمورين يستخدموها هؤلاء القيادات وهم رافضين ايضا. الشيء الثاني، ضروره تفعيل منظومه البتريون للتصدي للصواريخ البالستيه فقط، وانا اقول البالستيه كون الصواريخ الجواله لا يوجد شيء يتصدى لها، حتى المنظومه المعروفه بمنظومه بانسير التي تتصدى للصواريخ الجواله اثبتت فشلها في سوريا وفي ليبيا. منظومه بانسير الروسيه هذه هي الوحيده التي يقال انها تتصدى للصواريخ الجواله. لكن ننتقل الى التاثير، الاجتماعات تكون سريه، التحركات تكون سريه، عدم استخدام التلفون بشكل مباشر ما بين القيادات العسكريه، وعدم حملهم لاي تلفونات. على فكره في شبكه الثريه موجوده مع بعض القيادات العسكريه، ولكنها ايضا مراقبه من الامارات، والامارات موقفها معروف من الجيش الوطني، وبالتالي عدم استخدام التلفونات، ويمكن التواصل مع الجندي او غيره. عدم حمل حتى التنفر، عدم حمله نهائيا انه من خلال الشريحه يمكن تحديد الهدف الذي يستهدف الحوثي. نعم. تفضل بالبقاء معي سيد عبد العزيز. ينضم الينا ايضا المحلل العسكري محسن خصروف، مرحبا بك معنا سيد خصروف. اهلا وسهلا بكم، مرحبا، تحياتي لك وللاستاذ عبد العزيز. نعم.
بالنسبة لتوالي الهجمات الصاروخية على الجيش الوطني، خاصة استهداف القيادات العسكرية منه، لماذا يعجز الجيش عن التصدي لمثل هذه الهجمات المتكررة؟ الهجوم الأخير ليس الأول ولن يكون الأخير، يعني سبق وتعرض وزير الدفاع وقيادة وزارة الدفاع بالكامل مرتين بضربات صاروخية ونجوا منها بمعجزة، يعني لا تكاد تصدق يعني. وهذا طبعا يدل على أن الحوثيين يعني لما يضربون هذه الضربات لم ينفذوها إلا بناء على معلومات دقيقة، إما بالشرائح أو أحداثيات أو غيرها، معناها أن منظومة الأمن مخترقة في وزارة الدفاع مع الأسف الشديد، يعني أو أنها لا تؤدي مهامها بالشكل المطلوب واللازم، يعني افترض أن تكون القيادة، قيادة وزارة الدفاع وكل القيادة العسكرية مؤمنة في كل تحركاتها، في كل أعمالها، في كل أنشطتها، في اجتماعاتها، في ذهابها إلى الميدان إلى آخره. فهذا اللي حاصل مع الأسف الشديد، ما فيش حماية أمنية للقيادات ولا حتى لقيادة الوزارة. وبالتأكيد الكلام اللي قاله الأستاذ عبد العزيز كلام مهم جدا ومتعارف عليه وتعرفه القيادات، ولكن يبدو أن حالة من اللامبالاة موجودة. رئيس هيئة الأركان العامة تصريحها الأخير كان صرح أنه سيتم تحرير صنعاء، هدفنا تحرير صنعاء وليس غير صنعاء، كان من أولى ردود الفعل على هذا التصريح يبدو لهذه الضربة يعني. فالمطلوب فعلا أن يكون القيادة نشاط أمني، وأن يكون المؤسسات الأمنية ودوائر الاستخبارات العسكرية، هيئة الاستخبارات دوائرها المختلفة، أن يكون لها نشاط مستمر مكثف من خلال كفاءات وقدرات علمية محترفة، أن يكون لها وجود في قلب مناطق أنشطة العدو، أن تكون لديها معلومات استباقية، أن تجهز أي تجهز أي محاولات استباقية. يعني أنا بتكلم الآن في البديهيات، يعني ما بيجي فيش حاجة من عندي، هذا لكن ما ينبغي أن يكون. نعم تفضل. لكن هناك من يعني يحاول أن يتساءل، هل يمكن الجزم فعلا بأن الهجوم الصاروخي الأخير يقف وراءه ميليشيا الحوثي تحديدا، واستغلال شبكات الاتصالات وأيضا نوعية الترسانة التي يملكها؟ الحوثي لديه خبراء من حزب الله ومن إيران، و الكلام التقليدي الذي يقال يعني أنهم مجرد ميليشيات، هم ليسوا بمفردهم، لا يعملوا في الميدان بمفردهم، ونحن قد شاهدنا وثائق والخبراء إيرانيين وخبراء من حزب الله يعدوا كوادر في مجال المتفجرات، في مجال الاتصالات، في مجال النظام الصاروخي. أيضا هم ورثوا جيش بأكمله، القوة الصاروخية اللي في القوات المسلحة اليمنية ما قبل انقلاب 21 سبتمبر 14 موجودة بخبراتها وقدراتها وأجهزتها ومعداتها وأدوات رصدها ومنظومات اتصالاتها موجودة يعني. وأنا طبعا ليس لدي معلومات أؤكد مثلا من خلالها أو أتهم جهة معينة في التحالف أو في على المستوى الإقليمي، ليس لدي معلومات أؤكدها، ولكن ما أؤكده أن قيادة وزارة الدفاع بمختلف مستوياتها مستهدفة، وأن الوزير ورئيس هيئة الأركان العامة وكل القيادات من أولى هذه الأهداف. نعم. وقد لاحظنا كما سبق الحديث يعني من خلال الاستهداف السابقة وتصريحات رئيس الأركان، رئيس العمليات، رئيس العمليات المشتركة الأخيرة كانت واضحة، والهدف من تصريحه كانت واضحة أيضا. فليس لدي اتهام لأي جهة أخرى خارج نطاق الصراع بين الدولة الشرعية والانقلاب الحوثي. عبد العزيز الهداشي، هل هناك معلومات عن حجم الترسانة التي تملكها ميليشيا الحوثي من صواريخ ذكية، وما هي مصدرها خاصة أنها يعني منذ فترة وهي محاصرة في صنعاء؟
بالنسبه للصواريخ البالستيه كان الجيش الوطني الجيش اليمني السابق يمتلك في حدود 400 صاروخ، يعني كارقام معلنه وقد يكون اكثر من ذلك، وهي صواريخ سكود بعضها كوريه وبعضها روسيه. لكنه استطاع الحصول على معلومات في تطوير بعض منظومات هذه الصواريخ، كما انه استطاع تحويل بعض الصواريخ دفاع ارض جو حولها الى ارض ارض. ما بالنسبه للصواريخ الذكيه، اعتقد العدد معها محدود، وبالتالي هو يستخدمها يعني بالقطاره او بكميات قليله، استخدمها مثلا في الهجوم على ابها، واستخدمها ايضا في الهجوم على ابو يمامه يعني في فتره سابقه، واستخدمها لعله استخدمها في فتره سابقه في نارب، لكن بكميات محدوده. لكن اعتقد انها طبعا تدخل تهريب، والتهريب الكلاسيكي معروف، يعني سفينه تقف في ارض البحر ثم تنزل في ثم يتم انزالها في جوارك كقطع صغيره طبعا مع الطائره المسيره، ثم يتم تهريبها عبر يعني توصيلها من الزوارق هذا الى البر، ومن البر او السواحل يتم تهريبها الى الداخل. الأرجع عندي انها المنطقه التي يتم التهريب فيها زمان كانت المناطق البطن الرخ ومحافظه سبوه ومحافظه المهره. حاليا اعتقد ان الحوثي لجا الى انه يتم التهريب من المنطقه من شمال الحديده حتى ميدي في هذه المنطقه الساحليه ويسيطر عليها. الامر بسيط جدا للغايه لمن يريد التهريب، فمجرد سفينه تجاريه، اي سفينه تجاريه تاتي مثلا من ايران وتمر عبر باب المندب وتتوقف في ارض البحر، ثم يتم انزال هذه القطع الصواريخ كقطع وليست مركبه، كقطع يتم انزالها الى زوارق، ومن الزوارق يتم ايصالها الى الساحل، ومن الساحل يتم ادخالها الى الداخل اليمني. لا اتصور ان الحوثي يمتلك تكنولوجيا صناعه الطائره المسيره او صناعتها، لا لدي خبره يعني في التجميع في تجميعها وعلى تركيبها وتوجيهها فقط، اما انه اما كونه انه يصنعها لا. واعتقد ان العدد محدود، يعني كون الحوثي يستخدمها بالقطار استخدمها بشكل محدود في الهجوم على ابها وعلى مطار ابها، واستخدمها في اذا صح انه الذي هاجم بوبيك واستخدمها في الهجوم على بوبيك، لكن اعتقد ان هذا خطا، واستخدمها في الهجوم على عدن مره واحده، واستخدمها على الهجوم على مارب ثلاث مرات. اعتقد انه يمتلك المئات من لن يزيد العدد عن 100، او انه يستخدمها بشكل جزئي، يعني بشكل ايش يمكن تسميته بشكل بسيط جدا للغايه، لكنه يكتم قيادات مهمه جدا. لا لاحظ يعني في سؤالك الاستاذ محسن صصروف، يعني لماذا لا يعلن الحوثي؟ الحوثي الان يدرك مدى الخلافات بين الفقه المكون للشرعيه، وبالتالي لا يعلن حتى كل واحد من لا يوجه التهمه نحو الاخر. نعم شكرا جزيلا لك عبد العزيز الهداشي المحلل العسكري، كنت معنا من الرياض. ينضم إلينا أيضا المهندس محمد المحيميد من الرياض، وكيل وزارة الاتصالات. مرحبا بك معنا سيد محمد. أهلا أستاذ سالم أخي الكريم. طبعا أنا في البداية لازم أوضح أنه لست وكيلا لوزارة الاتصالات على الإطلاق. نعم من باب التوضيح فقط. نعم بداية سيد محمد، لو نبدأ، ما تفسيرك لاستمرار الهجمات الحوثية ضد قيادات الجيش؟ وهناك من يربط هذه الهجمات بشبكة الاتصالات وتحكم ميليشيا الحوثي بها. في الحقيقة تكلمنا عن هذا الموضوع أكثر من مرة، وقلنا أن بقاء شبكة الاتصالات شركات الاتصالات تحت سيطرة الحوثيين تشكل مأزق أمني وعسكري واقتصادي كبير للشعب اليمني وللشرعية، ويستغلها الحوثي أيما استغلال في حربه العسكرية على الشعب اليمني، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. بشكل مباشر يتم تتبع المواقع العسكرية أو الضباط أو القادة أو الجنود عن طريق الشرائح التي يستخدمونها في جوالاتهم الشخصية، وهنا للأسف أنه ينبغي أو كان ينبغي على
يعني الجيش الوطني أن يمنع استخدام هذه الأجهزة الشخصية أو الأجهزة الهاتف المحمول للجنود في أي مكان، ويكتفوا بالاتصالات العسكرية. وحتى الاتصالات العسكرية يعني لا أدري ما هل يوجد لديهم اتصالات عسكرية يعني بشكل سيد محمد، هل تستطيع أن تؤكد لي أن بقاء قطاع الاتصالات بيد ميليشيا الحوثي يعني يستطيع من خلاله أن يسيطر على تتبع قيادات الجيش في مأرب أو في جميع المناطق اليمنية، ومن خلاله يستطيع اختراق الجيش؟ بالطبع أخي الكريم، إذا الشخص يستخدم هاتف جوال مرتبط بشبكات الاتصالات التي يتم التحكم بها من صنعاء، فإن عصابة الحوثي تستطيع مراقبة كل شيء وتتبع الشريحة ومراقبة المكالمات لأي فرد مرتبط بهذه الشبكة. وبالتالي ينبغي أن يكون من المحظور على الجنود وعلى الضباط استخدام مثل هذه الشرائح الخاصة أو الجوالات الخاصة، ويتم الاكتفاء بالاتصالات العسكرية. وأيضا حتى الاتصالات العسكرية معرضة للاختراق، فإن عصابة الحوثي لديها من الأجهزة والمعدات التي ورثتها عن النظام السابق ما يمكنها من اختراق الكثير من المنظومات، حتى أنه على مستوى يعني الاتصالات الثرية كثير من ضباط وقيادات الجيش الوطني لديهم أجهزة الثرية الاتصال الفضائي. وهذه الأجهزة رغم أنها تتمتع بسرية عالية ونظام تشفير عالي، لكن أيضا أنا أقول لك أنه يعني ثبت أن إيران استطاعت أن تدعم نظام بشار بأجهزة ورادارات اخترقت أنظمة الثرية في سوريا، وتم استهداف كثير من يعني قيادات المعارضة السورية، وتم نشر أخبار حول هذا الموضوع من قبل. إذن سيد محمد، هذا الانكشاف هذا الانكشاف سيد محمد نقله إلى السيد خصروف. من يتحمل سيد خصروف برأيك هذا الانكشاف الذي يعاني منه الجيش وفي مأرب خاصة، خاصة أن هذا الانكشاف ليس المرة الأولى الذي باستطاعته يعني من خلاله تم استهداف قيادات الجيش؟ يتحمل مسؤولية الدولة الشرعية، قيادة الدولة الشرعية، حكومة الدولة الشرعية، الوزارة المختصة في الدولة الشرعية. يا عزيزي، من المعيب أنه على مدى 6 سنوات الآن، ماشيين في السنة السادسة، لم تنشئ الدولة الشرعية شركة اتصالات في مأرب أو في عدن تختص بتأمين الاتصالات لمؤسسات الدولة الشرعية، وخاصة المؤسسة الدفاعية والأمنية. يعني مش بس تستطيع السلطة الانقلابية صنعاء أن تراقب كل اتصالات الجيش الوطني، يعني قيادات الجيش الوطني بالتليفونات العادية تحت السيطرة كلها، سواء سبأ فون تحت السيطرة، يمن موبايل تحت السيطرة، كل الشركات الأخرى MTN كلها سيطرت عليها الميليشيا الحوثية، وتستطيع أن ترصد أي اتصالات في المناطق المحررة، خاصة وأن الأرقام تأتي من الشركة، أرقام التليفونات التي تشتريها من مأرب أو من نيويورك أو من أي مكان آخر بتأتي من شركة MTN أو من سبافون أو من يمن موبايل أو من أي شركة من هذه الشركات، ومعروف أرقامها ومحددة، الأرقام اللي تذهب إلى مأرب من كذا إلى كذا، واللي من الجوف من كذا إلى كذا، فمعروف أي رقم، تستطيع أن تعرف جهات الرصد أن هذا الرقم في صنعاء أو في تعز أو في الحدود أو في أي مكان. هذه مسألة بديهية. قيل لنا أنهم كانوا يعملوا شركة بوابة عدن أو مشابه ذلك الاتصالات، ما صح من ناشي ومش كذا وبس، دمجوها ضمن شبكة الاتصالات في صنعاء مع الأسف الشديد. يعني مع أن هذه المسألة يعني الآن تكنولوجيا الاتصالات أصبحت سهلة ورخيصة وبالإمكان التعامل معها، بالإمكان أن يستغنى تماما عن هذه الشركات التي سيطرت الحوثي، لكن هذا لم يحصل مع الأسف الشديد. يعني وضحت كل جنود الجيش الوطني وضباطه في المواقع العسكرية كلهم الذين لديهم تليفونات كل اتصالاتهم تحت سيطرة الحوثي، وهذا مؤسف مع أنه يفترض ما يخش. تفضل. نعم، وضحت فكرتك سيد محسن خصروف المحلل العسكري، شكرا جزيلا لك. نعود إلى ضيفنا محمد المحميد. إذن كيف يمكن معالجة هذا الأمر تقنيا على المدى القريب لمنع هذا الانكشاف للجيش الوطني؟ أولا كما قلت لك في البداية، يجب المنع التام والحظر الكلي لاستخدام
الجنود والضباط للعواطف العادية سواء في الجبهات أو في المواقع العسكرية أو في اجتماعاتهم الخاصة، ويتم الاستفاء بالمنظومات العسكرية الموجودة الآن، وحتى هذه المنظومات العسكرية قد تتعرض للاختراق العسكري من جماعة الحوثي لكنها تظل أكثر أمنا من الشبكات العادية المدنية. أيضا يجب أنا يعني حسب معلوماتي أن المكان الذي استهدف بالأمس قد تم استهدافه من قبل عدة مرات، وهذا خطأ كبير جدا، يجب أن يكون هناك أحس أمني أكبر، ويمكن الاجتماع في مناطق أكثر سرية وأكثر تحسينا وأكثر أمنا. أيضا طالما الحوثي مسيطر على الاتصالات ويستطيع أن يراقب كل فرد ويتجسس على مكالماته وعلى رسائله وعلى الشريحة وتتبعها، فإن كل أفراد الجيش الوطني وكل ضباطهم مكشوفين ولا يحتاجون حتى لعنصر بشري يتجسس، يكتفي يستطيع الحوثي أن يحدد فقط المرافق للضابط الفلاني أو للقائد الفلاني أين هو الآن ويستهدف ذلك المرافق. وهذا ما حصل بالأمس، يبدو أن الاستهداف أن الاجتماع كان للقادة في مكان منعزل والمرافقين في مكان آخر، فحصل نعم. الهجوم على المكان الذي فيه المرافقين حيث كانت الشريحة أو حيث كان يعني نقطة الاتصال يتم تتبعها. باختصار، بقاء الاتصالات تحت سيطرة الحوثيين ودون وجود شبكة اتصالات مستقلة يتم التحكم بها والسيطرة عليها من قبل الشرعية، فإن هذا سلاح فتاك بيد عصابة الحوثي، ويتم استخدام هذا السلاح في كل مرة بنفس الطريقة وبنفس الأسلوب، وللأسف وتكون نفس النتائج دون أن نستعظ أو دون أن نأخذ الدروس والعبر في كل مرة. شكرا جزيلا لك محمد المحميد، ناشط سياسي كنت معنا من الرياض، وأيضا الشكر موصول لضيوفنا. كان معنا السيد عبد العزيز الهداشي من الرياض المحلل العسكري، وأيضا محسن خصروف كان وهو أيضا محلل عسكري. والشكر أيضا موصول لكم مشاهدين الكرام على المتابعة، ولكم التحية مني ومن معد الحلقة عبد الرقيب الأبارة، وإلى اللقاء.